مشاهدينا، يرتبط مرض السكري ارتباط وثيق بالسمنة، والذي تزيد نسبته اليوم في المجتمع العربي للأسف بشكل كبير. وفقا لآخر الإحصائيات، وقد يلجأ الكثير إلى جراحات السمنة للتخلص من هذا المرض دون الاكتراث لعواقبه. نتحدث أكثر عن آخر جراحات السمنة مع الدكتور عبد الرحمن سالم، استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير والسمنة، والانضم عبر الهاتف معنا. مساك الله بالنور دكتور. الله يحييك، الله يجزاك خير، كيف حالكم؟ أهلا وسهلا دكتور، شكرا لوجودك معنا. دكتور، إلى أي مدى تعزز السمنة خطر الإصابة بمرض السكري بعيد عن مشاهدينا إن شاء الله؟ آمين جميع إن شاء الله. آمين. يعني هو كل ما ازدادت السمنة نسبة كتلة الجسم كلما زاد نسبة الإصابة بالسكري، كلما زاد العمر كلما زادت نسبة الإصابة بالسكري. نعم. يعني تشكل السكري بين السمان حول 20 إلى 30% تقريبا. نعم. يعني طيب. السمنة شيء أساسي لزيادة الوزن في تعرض الشخص لمرض السكري إذا كان في عمر معين ولا ما له عمر معين؟ حتى لو كان صغير في السن ممكن أنه يتعرض للسكري. ممكن يتعرض للسكري، لكن كلما زاد العمر كلما زاد الشخص المصاب السمين مرض السكري. نعم. الله يسرنا إن شاء الله. سمنة دكتور طبعا هي أصلا أصل كل الأمراض، لكن بحكم تخصصكم يعني متى تقولون لمريض السمنة عليك اللجوء إلى جراحة السمنة؟ يعني هو التدخل الجراحي هو آخر الحلول وليس أول الحلول، ولكن يعني الكليات العالمية لعلاج السمنة وضعت مؤشرات لمتى نتدخل جراحيا. جميل. أهم مؤشر هو فشل التدخل الغير جراحي في علاج السمنة. نعم. يعني دكتور لابد أن يكون طبعاً. نعم. يعني ممكن يكون دكتور في مثلا جدول غذائي يسوونه حق مريض السمنة قبل ما يلجأ إلى العملية، إذا ما فاد مثلا الجدول هذا بعدين ممكن أنه يسوي العملية الجراحية؟ صحيح. هو احنا لابد يكون المريض سوى ثلاث محاولات غير الجراحية، يعني ثلاث محاولات طبية بالحمية والرياضة ويفشل، وبعد كده نبدأ نتدخل جراحيا. نعم. طب دكتور، المحاولة كل محاولة تكون ثلاثة شهور. نعم. وتكون تحت إشراف طبي. أكيد. من أخصائي تغذية وأخصائي رياضة. يعطيك العافية دكتور. طب شو هي آخر العلاجات أو جراحات السمنة اللي تعتبر آمنة وتنصحون باتباعها؟ يعني كل التدخل الجراحي لابد أن يكون نسبة الخطورة في أعلى من غير التدخلات الأخرى. نعم. الأشياء اللي هي يعني أنا قبل أسبوعين كان في أسبوع السمنة في واشنطن، والتدخلات الجراحية الجديدة هي تقول يعني عن طريق المناظير، عن طريق جراحة المناظير. فالآن الشيء الجديد اللي يتساوى الآن إنه هو عن طريق المنظار، ما هو عن طريق الفم، يعني المنظار يدخل عن طريق الفم ويبدأ يتساوى تدخل جراحي، سواء هي التكميم أو التحوير. هذه هي الأشياء الجديدة، ولكنها لسه تحت طور التجربة، يعني ليست لم تصل فيها إلى نتائج مرضية، ولكن هذا هو إن شاء الله المستقبل، إنه يتم عمليات السمنة عن طريق المنظار وليس عن طريق التدخل الجراحي. نعم، إن شاء الله ما عليهم إلا الصحة والسلامة دكتور، وإن شاء الله يعني كلهم يهتمون في صحتهم عشان ما يمتنون وما يصابون بمرض السكري إن شاء الله. الرياضة الرياضة الرياضة. إن شاء الله يا دكتور. الله يبارك فيك. نشكر الدكتور عبد الرحمن سالم، استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير والسمنة، كان معنا عبر الهاتف.